تتواصل فعاليات معارض اهلا رمضان بمحافظه الاقصر حيث يتم ضخ 140 طنا من السلع الاساسيه يوميا في المعارض السبعه المنتشره في المحافظه هذا وشهدت المعارض السلعيه تجديدات خلال الفتره الحاليه استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك حيث تم ضخ كميات مضاعفه من السلع تتراوح تخفيضاتها من 25% الى 30% احنا في احد المعارض الرئيسية بالمحافظة المعرض احنا عندنا سبع معارض رئيسية في محافظة الاقصر بخلاف حوالي 30 شادر سيتم اقامتهم خلال الاسبوع القادم وبخلاف ان في سلاسل قوافل سيارات متنقله بتجوب المناطق اللي هي ما بيكونش فيها معارض او منافذ تموينيه كذلك في مشروع جمعيتي في 20 مشروع جمعيتي مشارك في معارض اهلا رمضان والسلاسل التجاريه الكبرى مشاركه في معارض اهلا رمضان